مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع وعي. مساك الله بالخير بسام. مسج برنور رقيه ومساء المشاهدين الكرام، يا اهلا ومرحبا فيكم. لنتحكي عن الجهود الوطنيه لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، فهناك العديد من الجهات اللي ساهمت وشاركت في انجاح مملكه البحرين او في نجاح مملكه البحرين في مواجهه هذا التحدي. بالفعل بسام، البحرين اثبتت نجاحها في التعاطي الفعال مع هذه الظروف الاستثنائيه، واتخذت حزمه من القرارات والاجراءات والتدابير الوقائيه لشكلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الى جانب وعي المجتمع البحريني عامل جوهري في انجاحها واستدامة المسيره التنمويه في ظل التوجيهات الساميه لحضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى الله يحفظه ويرحمه. تمكنت مملكة البحرين من تسخير كافة منصات الاتصال والتواصل الإلكتروني ضمن الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا. وفي هذا الإطار قامت الإدارات الخدماتية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بوزارة الداخلية في التحول إلى النظم الإلكترونية في العديد من الخدمات المقدمة. تم تدشين 8 خدمات جديدة لوزارة الداخلية. هذه الخدمات تشمل خدمات شهادة حسن سير السلوك، وخدمات التأشيرات الإلكترونية طبعا في مرحلتها الأولى، وخدمة دفع رسوم الضرائب الجمركية، وخدمة الاطلاع على الشهادات المرورية المقدمة من الإدارة العامة للمرور. هذه الخدمات طبعا تضاف إلى باقة الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها وزارة الداخلية حق المواطنين والمقيمين، اللي حاليا بلغ عددها 76 خدمة إلكترونية تقدم عبر قنوات مختلفة للحكومة الإلكترونية، سواء كانت موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال. ومن ناحية ثانية طبعا الخدمة أو الخدمات الإلكترونية تساهم في إعفاء المستفيدين من مراجعة مكاتب تقديم الخدمة أو المراكز تقديم الخدمات. واحنا في الهيئة طبعا مستمرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تنفيذ خطة التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة. حاليا يتم العمل على دراسة وتطوير 23 خدمة كمرحلة أولى ضمن خطة التحول الإلكتروني الشاملة لخدمات وزارة الداخلية، وبيتم تقديمها طبعا عبر مختلف القنوات الإلكترونية خلال الفترة القادمة بإذن الله. إن تفعيل منهجية تقديم الخدمات الإلكترونية هو الوسيلة الأجدى في تحقيق خطط التباعد الاجتماعي بالتوازي مع الحفاظ على وتيرة وأداء العمل في مختلف الإدارات الخدماتية بوزارة الداخلية. إدارة العامة للمباحث والدلائل الجنائية تقدم خدماتها للجمهور الكريم عبر إدارة المعلومات الجنائية في إصدار شهادات حسن السير والسلوك والتدقيق الأمني والجنائي لطلبات التوظيف الجهات الحكومية والموافقات الأمنية لأصحاب السجلات التجارية و شهادات الأضرار. عملنا مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من انتشار هذا الفيروس، وأهمها التباعد الاجتماعي. وفي ظل هذه الجائحة عملنا تحول سريع في إنجاز خدماتنا الإلكترونية، سواء في مراكز الخدمة أو عن طريق البريد الإلكتروني. وأهم هذا التحول أو هذا التطور هو مشروع تقديم شهادات حسن السير وسلوك إلكترونيا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، والذي يسهم في إنجاز المعاملات بشكل سريع وجودة عالية.
اليوم الإدارة العامة للمرور واصلة نسبة خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور إلى 80% بواقع 20 خدمة مرورية. هذه الخدمات متاحة بشكل ميسر. تكيفت الإدارة كذلك مع جائحة كورونا من خلال تفعيل نظام سكيب لاينو وهو نظام الحجز المسبق بهدف تقليل تواجد المراجعين في مبنى الإدارة العامة للمرور والحفاظ على سلامتهم وخدمتهم بشكل أفضل. تم الدفع بالمزيد من الخطوات لتفعيل الخدمات المستقبلية اللي مقبلة عليها الإدارة العامة للمرور لنقلها من التجربة التقليدية إلى التحول الإلكتروني. خدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية الخاصة بشؤون الجمارك والتي سوف تمكن التجار والمخلصين الجمركيين من دفع الرسوم والضرائب الخاصة بهم من خلال ربط نظام التخليص الجمركي أفق بمنصة الدفع الإلكترونية التابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تلك الخدمة ستوفر عليهم الوقت، إذ أن عملية الدفع تتم خلال ثواني معدودة، وأيضا ستوفر عليهم الجهد والتكلفة والمكان. شؤون الجمارك في الفترة السابقة قد دشنت 11 خدمة إلكترونية عبر مختلف القنوات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. قامت شؤون الجمارك بإعداد خطة متكاملة للتحول الإلكتروني من خلال تطوير 5 خدمات إلكترونية كمرحلة أولى، متمثلة في خدمة إعداد التفاويض للتجار والأفراد، تصنيف البضائع وتحديد الرمز المنسق لها، توفير المعلومات لصاحب العلاقة وصاحب السجل، الانتهاء من إجراءات السفن الصغيرة في المرافق الخاصة وخارج الدوائر الجمركية، وأخيراً رسوم إذن انتقال وسيلة الانتقال البحرية. يسرنا في شؤون الجنسية والجوازات الإقامة تقديم جميع خدماتنا إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني npra.gov.bh، وتشمل هذه الخدمات جميع الخدمات التي كانت تتطلب الحضور الشخصي. لدينا موقع آخر وهو e-visa.gov.bh والذي يتعلق بطلبات الزيارة، تأشيرة الزيارة. سيتم تدشين خدمة في موقع الحكومة الإلكترونية للحصول على تمديد لتأشيرة الزيارة للزائر الذي لديه ضامن أو بدون ضامن، وسنسعى إلى تطوير خدماتنا الإلكترونية وتدشين خدمات أخرى للحصول على الخدمات بصورة أسرع. إنما تمتلكه وزارة الداخلية من بنية تحتية قوية واستعدادات للتحول الإلكتروني مكنها من تحقيق الانتصار على هذه الجائحة وتسجيل أعلى المستويات الخدماتية لأفراد المجتمع. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام. طبعا جاء تدشين الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه للحزمه الالكترونيه المتكامله من الخدمات الالكترونيه بالتعاون مع هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه على خلفيه قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف الوزارات والاجهزه الحكوميه بالاسراع في التحول من النظم التقليديه الى النظم والقنوات الالكترونيه في تقديم الخدمات. للتعرف على المزيد من هذا التحول الإلكتروني معنا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي، ونمسي السادة المشاهدين بالخير والسرور، وأشكركم حقيقة على هذا تاحة الفرصة لهذا اللقاء.
نعم طبعا يعني أثمرت جهود التحول الإلكتروني اللي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة في الفترة السابقة بتقديم 67 خدمة متكاملة عبر مختلف القنوات الإلكترونية. شنو هي أبرز الجهات اللي شملها التحول ومدى مساهمة هذه الخدمات في تحقيق التميز في الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين؟ طبعا بداية أود التأكيد على أن الإنجازات اللي حققت المملكة البحرين في مجال التحول الرقمي جاءت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله التي أكد من خلالها أهمية استثمار التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الحديثة في شتى المجالات إيمانا جلالته بدور وأهمية هذه التقنيات في توفير مجتمع مزدهر وحياة أفضل لكافة المواطنين المقيمين. مثل ما تفضلت أخوي يعني مجلس الوزراء المقر دائما يوجه الجهات الحكومية بأهمية التحول وخاصة بعد جائحة كورونا كان هناك قرار واضح وصريح أن كل الجهات الحكومية يجب أن يكون لها خطة تحول شامل لكل خدماتها وتضع هذه الخطة وترسلها مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذها وعلى ضوءها طبعا صدرت عدد من القرارات. معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وجه الإدارات الإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية بتعاون مع هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية كلفنا بأن احنا نشتغل مع الجهات بتقديم الخدمات. فمثل ما تفضلت يعني في إدارات وإدارات العامة لوزارة الداخلية قدمت 76 خدمة متكاملة شاملة في مختلف القنوات في الفترة الماضية. أهم الجهات والإدارات اللي اشتغلت على هذه الخدمات عندنا طبعا الإدارة العامة للمرور عندها يمكن 20 خدمة، شؤون الجنسية والجوازات 7 خدمات، هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية 35، شؤون الجمارك 11 خدمة، إدارة تنفيذ الأحكام، الإدارة العامة للدفاع المدني. وممكن يعني بعد شوي نتكلم أيضا عن بقية الجهات في خطط أيضا مستقبلية. نعم طبعا تم إضافة 8 خدمات إلكترونية جديدة تضاف إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر بوابتها الوطنية وأجهزتها الذكية وقنواتها الإلكترونية الأخرى. بدنا نحن نتكلم عنها أكثر وعن دوركم في هذا الجانب. طبعا اليوم دشن معالي وزير الداخلية الخدمات الثمان اللي كانت أهم هذه الخدمات يمكن طال انتظارها وكان الشغل عليها شوي صعب وخذ لنا فترة طويلة اللي هي متعلقة بخدمات شهادة حسن سيرة والسلوك. هذه مثل ما نعرف كل مواطن يعني في مرحلة من مراحل حياته إما لما يلتحق بجامعة إما لما يلتحق بعمل أو يغير وظيفة أو يطلع بجامعة خارج المملكة البحرين يحتاج هذه الشهادة وتحويلها لشكل إلكتروني ومبسط وسهل كان مهم جدا لأنه يخدم 22,000 تقريبا يعني معاملة متوقعة سنويا. هذه طبعا في عدد من الخدمات التابعة أو الخاصة بشهادة حسن سيرة والسلوك منها طلب إصدار الشهادة أو التحقق من صلاحية شهادة حسن سيرة والسلوك. أيضا عندنا شؤون الجنسية والجوازات في يعني عدد من الخدمات متعلقة بالتأشيرة من تمديد تأشيرة واستعلام وعرض بيانات تأشيرة خاصة مع الجائحة طبعا صار الآن زيارات لمراكز الخدمة صعبة فالمتوقع أن حجم المعاملات هذه تقريباً 160,000 معاملة وممكن طبعاً الإدارات نفسها تتكلم بشكل أكبر في المستقبل عن هذه الخدمات. عندنا أيضاً شؤون الجمارك خدمة دفع رسوم الضرائب الجمركية متوقع أن هي تستهدف 73,000 معاملة سنوياً وإن عندنا أيضاً الإدارة العامة للمرور خدمات الشهادات المرورية من مختلف الشهادات من شهادات مركبة ورخصة قيادة وإلى آخره تستهدف تقريبا 4,000 معاملة. مجمل هذه الخدمات الثمان اللي تم طرحها راح تقلل تكلفة الخدمة من حوالي 3 دنانير دينارين ونص إلى 3 دنانير إلى 50 فلس وقت إجراء المعاملة ساعة إلا ربع إلى تقريبا 5 دقائق أو بعضها حتى أقل من ذلك. لذلك أنا أعتقد يعني تعتبر خدمات مهمة وجوهرية لأنها تخدم مختلف شرائح المجتمع وبالذات مع جائحة كورونا وتقلل الوقت وتسهل عملية التعامل بدون تدخل أي أحد من الموظفين. وهي طبعا تضاف إلى حزمة الخدمات 76 اللي ذكرناها أيضا تعتبر يعني فيها جهد جدا كبير وتحتاج صيانة ومتابعة لتقديمها وفق أفضل التقنيات الحديثة. نعم بلا شك، لكن سيد محمد هل هناك يعني خطة لتطوير وتحديث مزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة؟ بالتأكيد أخوي يعني اسم المعالي وزير الداخلية خطة التحول احنا خاطبنا جميع الإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية
عندنا 17 جهة ممثلة. ممكن تكلمنا عن خدمات تقريبا 5 أو 6 أو 7 جهات. عندنا 17 جهة كلهم تتجاوبوا ومتعاونين، وتم وضع يعني خطة من احنا نحصر الخدمات وينتهينا منها. المرحلة الثانية تقييم وضع الخدمات، ترتيب أولوياتهم حسب جاهزيتهم التقنية، حسب التشريعات والقوانين والجاهزية الموجودة لكل جهة، نعيد هندسة الإجراءات وعلى ضوءها نقدم الخدمات. واللي طبعا هذه كانت الحزمة الأولى، وراح تجي حزم جديدة. الخطة اللي اعتمدها معالي وزير الداخلية جايين إن شاء الله في الدرب حوالي 29 خدمة جاري العمل عليها خلال الفترة القادمة. راح يتم أيضا إطلاقها في حزم من 10-12 خدمة في كل فترة، فترة 6-8 شهور راح تكون منتهية. الجهات اللي راح تكون خدمات بعضها ربما جديدة، طبعا شؤون الجنسية والجوازات، راح نستمر في بقية الخدمات اللي موجودة عندهم، بالذات ما يتعلق بالجواز السفر أيضا في خدمات إضافية. عندنا أيضا مدرسة تدريب الحراسات، هذه أول مرة راح تكون مجموعة كبيرة من الخدمات خاصة بالخدمات. عندنا إدارة العامة للمرور أيضا عندهم عدد كبير من الخدمات اللي تكون موجودة لأول مرة، راح تطلع إدارة العامة للدفاع المدني خدمات جديدة، وأيضا قيادة خفص الرواحل. مثل ما نعرف أيضا صار عليهم ضغط في الفترة الأخيرة، وجه معالي وزير الداخلية اليوم أن احنا نعطيهم أولوية، إضافة إلى مراكز الشرطة أيضا كان ضمن توجيه معالي وزير الداخلية. بالإضافة لهذه العدد 29 راح يتم أيضا إضافة خدمات إضافية بمجرد انتهاء من دراسة الخدمات الموجودة، لأن احنا علي فيها تحت يدنا عشرات الخدمات الإضافية غيرها الآن هاي 29، بس يجري الآن في الوضع الحالي دراسة يعني جاهزيتها وخطة تحولها الإلكتروني. نعم السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. كلنا فخر بالمملكة، ترفع بها راس وجبين، كلنا
مستمرين معكم مشاهدينا. أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الخدمات الصحية عن تطبيق نظام إلكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من بداية إنتاجه في المصنع وحتى وصوله للمريض، بما يضمن عدم دخول أدوية مزورة لمملكة البحرين، ولضمان صرف الدواء بحسب الإجراءات المطلوبة وبما فيها الأدوية الخاضعة للرقابة. بالفعل بسام، راح تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتشغيل منصة تتبع سلسلة التوريد الدوائية لضمان تلبية جميع متطلبات الامتثال التنظيمية حسب المعايير الصيدلانية العالمية. بالتأكيد للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع سرنا يكون معنا أو تكون معنا عبر السكايب الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الله بالخير دكتورة. بداية يعني لو تخبرينا أكثر عن فكرة تطبيق هذا البرنامج الشامل لتتبع الدواء من المصنع إلى المريض. نعم، مساكم الله بالخير ومسي على جميع المشاهدين. فعلا يعني هذه مذكرة التعاون اللي وقعناه مع الشركة من أجل تطبيق برنامج متكامل لتتبع الدواء جاء تطبيقا للقرار 41 الصادر من المجلس الأعلى للصحة بشأن وضع سلسلة لتتبع الدواء. شنو أهميته؟ الآن احنا نعرف ان كل دواء يدخل لأي بلد عليه اللي احنا نسميها الباركود او هذه الخطوط اللي انتم تشوفونها على اي منتج. هذه الباركود جدا مهم لان هذا يمنع دخول اي منتجات مزورة، واحنا القصد من تطبيق هذه السلسلة ان نتأكد ان هذا الدواء انتج في المصنع الفلاني وانتج تحت هذه رقم تشغيلة معينة وتاريخ انتهاء ايضا محدد في هذا الباركود. فلما يوصل مملكة البحرين ونتبع عبر المصنع اللي صنعه الى وصل الى الجمارك الى الوكيل اللي خذاه الى المخزن اللي خزن فيه الى الصيدلية اللي بتبيعه الى الشخص اللي بيشتري، فانا على علم واتتبع هذا الدواء من مصدره الأساسي، فبالتالي أنا أمنع دخول أي أدوية مزورة. ثانياً أنا لو صار في خلل في الدواء في الإنتاج في المصنع، المصنع يقدر يخطرني أن هذه الباتش نمبر وهذه التشغيلة اللي صنعتها وديتها مملكة البحرين ترى فيها خلل، أقدر أسحبها من الأسواق أعرف أي واحد دخل، وأيضاً عندي علم على متى ينتهي الدواء، فبالتالي لا تباع أدوية منتهية للمرضى. فهذه مختصر أهمية تطبيق هذا البرنامج الشامل في مملكة البحرين. نعم دكتورة مريم، يعني شلون راح تتم عملية هذا التطبيق؟ نعم طبعا عشان انا اطبق هالشيء لازم يكون عندي برنامج الكتروني متكامل تقدر المصانع تستخدمه وتقدر الجمارك تستخدمه وتقدر المستشفيات والصيدليات تستخدمه. فراح نقوم معاي الشركه على وضع برنامج الكتروني متكامل بحيث ان لما اي مورد للدواء او اي يعني موزع للدواء خلينا نقول بيودي دواء لمملكة البحرين لازم يسوي مسح ضوئي حق هاي البرنامج بيدخل في النظام الإلكتروني هذي. لما توصل الشحنة الجمارك أيضا راح يتم مسحه والتأكد من أنه نفسه اللي طلع من المصنع، وبعدين بيروح إلى الصيدلية حتى يقدر يسوي مسحه ويعرف أن هذا الدواء هو فعلا اللي مسجل ضمن مملكة البحرين واللي حسب مواصفاته. راح يكون عندنا مثل ما نقول قاموس متكامل للأدوية في مملكة البحرين راح نعرفها بالكامل. وأحب أنوه لشيء مهم الآن، إن إحنا لما وقعنا هاي الاتفاقية مع الشركة طبعاً ما راح تتحمل الحكومة تكلفة ذاتها، ولا وأحب أطمن أيضاً المستشفيات والصيدليات ما راح يتحملون أي تكلفة، راح يتم توفير الأجهزة الماسحة للدواء وأيضاً التدريب المطلوب راح يتوفر كله مجاناً. والمفروض ان هذه طبعا الشركات او المصانع اللي تصنع الدواء عشان تستخدم هذا البرنامج مطلوب منها بقرار تستخدمه لان راح تورد الدواء لمملكة البحرين. فهذه راح تتم هاي سلسلة التطبيق كلها ونستخدم فيها البلاتفورم امازون. جميل دكتورة، يعني لو تحثينا اكثر شلون راح تستفيد مملكة البحرين من هذا التطبيق؟ نعم،
نعم، أهم شيء بتستفيد فيه مملكة البحرين هو منع دخول أدوية مزورة إلى داخل المملكة، وهذه من أكثر الأشياء اللي تعاني فيه الدول، أن ممكن ينتج أو يدخل دواء مزور لها بدون أن تعي أنه غير الدواء الأصلي. لذلك وجود هذا النظام وملاحقة الدواء من دخول من تصنيعه إلى وصوله إلى المريض أنه هو نفس الدواء اللي صنع في المصنع الأصلي، هذه أهم هدف. الهدف الثاني أن المريض يعرف أنه واصله دواء آمن، وحتى لو صدر من المصنع اللي صنع هذا الدواء أن في مشكلة في هالتشغيلة اللي صدرت إلى مملكة البحرين، أنا أقدر أتبع الدواء راح لأي مريض بصرف من أي صيدلية، وبالتالي أقدر أسحبه من الأسواق. فهذه أهم أهداف تطبيق هذا البرنامج، وبالفعل إحنا هدفنا في الآخر دواء آمن يصل لمملكة البحرين ويستخدم من قبل المريض. دكتورة مريم، يعني شلون راح يتم التصرف مع الأدوية الموجودة حاليا في الصيدليات؟ هل راح تسحبونها وراح تدخلون تطبيق عليها؟ لا طبعا، الأدوية اللي موجودة لها الباركود مالها، كل اللي مطلوب من الصيدليات ان لما يصرفون الدواء يمرر عبر هذا النظام اللي راح يطبق، بحيث ان انا اعرف الدواء الحالي صرف ايضا لمن، لان احنا كل الادوية اللي دخلت الحمد لله الان احنا ما دخلناها الا بناء بعد التأكد على شهادتها ومصدرها، لكن لما باي اوصل لصرفت لمن ما عندي نظام يحدد لي صرفت لمن الا اذا رحت يدويا، خصوصا الادوية تحت الرقابة. في هاي الحالة راح يطلب من الصيدليات اللي داخل المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة او الصيدليات الخاصة المستقلة ان كل دواء يصرف راح يمرر عبر هذا النظام، وبالتالي يكون عندي سلسلة متكاملة من التتبع للدواء مثل ما قلت من المصنع ليوصل الى المريض. لا شك هو مشروع مهم. شكرا لك دكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن للخدمات الصحية، شكرا على هذه المداخلة. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، احنا هني. اتواجد في مقري في الدوام لاكثر من 12 ساعه في اليوم. نعمل ليل ونهار من اجل حمايتكم، نوفر لكم الراحه والعلاج. احنا موجودين ونحارب هني، هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمراريه الخدمات الصحيه للجميع في مملكه البحرين. سهرانين من اجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي، وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم، ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هنا، نسهر عشانكم، نعمل من أجلكم، لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا، صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. مشاهدينا الكرام، يشكل الالتزام التام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية أحد عوامل النجاح في احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. صدق بسام، اليوم كل فرد في المجتمع واعي بمسؤولياته تجاه وطنه، ويدرك أن التزامه بكافة الإجراءات هو لصالحه ولصالح أسرته وللمجتمع. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع، يسرنا أن تكون معنا في الاستديو الدكتورة هالة أحمد الجاسم، استشارية طب عائلة، رئيسة الخدمات الطبية بالصحة الأولية بوزارة الصحة. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. طبعا في البداية قبل ما نستطرد في الحديث معاك ونبتدي نتناقش معاك وناخذ ونشوف الأسئلة حول فيروس كورونا،
واستعدادات مملكة البحرين لابد. كلمة شكر تتوجه لجميع يعني منتسبي وزارة الصحة، تحديدا لمن يجابهون هذا يعني التحدي الكبير منذ بداية الجائحة وحتى هذا اليوم، فيعطيكم ألف عافية. وكل الناس طبعا ممتنة لكم ولكل الخدمات اللي قاعدين تقدمونها لدى. ولكن يعني نبي نتكلم دكتور عن أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللي نشوفها كل يوم ونسمع عنها كل يوم، وشلون إن اليوم التزامنا إحنا كأفراد بهذه الإجراءات يدعمكم أنتوا دكتورة ويدعم الجهود اللي تقومون فيها. نعم، أول شيء طبعاً أنا بعد أحب أشكركم على دور الإعلام البارز في نشر الثقافة والوعي بين المجتمع وإبراز دور الفريق الوطني، وهي كان يعني الشكر لكم نيابة عن جميع الطواقم الطبية صراحة، أنتوا بعد لكم دور. طبعا احنا حين قاعدين نعيد ونكرر ان الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والارشادات الوقائيه، ليش هاي التكرار، ليش هاي الاعاده، ليش هذه الدعوه الهامه ان احنا لازم نواصل بعزم؟ لان الابحاث وكل الادله تدل على ان أهم عامل يقي الناس من أو يقي المجتمع من انتشار فيروس الكوفيد 19 الالتزام بالإرشادات الاحترازية. دور المجتمع هنا مهم، لأن طبعا الحكومة أو الدولة أو الجهات الرسمية أو الفريق الطبي هو يصدر هذه التعليمات والإرشادات، لكن من راح يطبقها؟ المجتمع راح يطبقها، أفراد المجتمع راح يطبقونها. عشان كذي إحنا في البحرين مثل ما تعرفون حكومتنا يعني حاولت إن مثل من بداية كان شعارنا مجتمع واعي، يعني عولت على وعي المجتمع. والحمد لله طبعاً كان المجتمع قد المسؤولية في المراحل السابقة، ما نقول 100% من أفراد المجتمع لكن الحمد لله الأغلبية. وهذه الالتزام من قبل أفراد المجتمع وجميع الشركاء اللي معانا هو اللي أدى أن النظام الصحي في البحرين الحمد لله رب العالمين لا زال صامد، الحمد لله رب العالمين، وحصل على إشادات دولية كبيرة. نعم. نعم. طبعا مملكة البحرين مثل ما تعرفون حصلت على إشادات من عدة جهات دولية بما فيهم منظمة الصحة العالمية، وهذه دل على أن البحرين نجحت في إدارة هذه الأزمة، لكن إحنا لازلنا مو في نهاية، نبي نواصل نجاحنا، لازم نواصل نجاحنا. هنا نركز على دور الناس، دور المجتمع. يمكن إحنا دائما نكرر الالتزام بالإجراءات بالإرشادات، لازم أتوقع أن إحنا نركز ننزل حق مستوى أفراد المجتمع، نعلمهم شنو هذه الإرشادات عن طريق إحنا حين أنتم مو مقصرين بصراحة، وزارة الصحة بعد عن طريق موقعها ولا الإنستغرام قاعدة تعلم الناس شنو هذه الإجراءات والاحتياطات والإرشادات. نعم لا شك دكتور إحنا نبي نوصل هذا النجاح، يعني حتى لو قلت أعداد الإصابات هذه لا يعني إن إحنا يعني قضينا على الفيروس، لكن نبي نوصل بالنجاح هذه التجربة، تجربة مملكة البحرين. نعم. اللي يعني هي يعني محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي بشكل عام. نعم. بأن إحنا قدرنا فعلا إحنا نحاصر هذا الفيروس ويعني عدم انتشاره في المجتمع بشكل كبير. يعني اليوم يعني لازلنا ايضا يعني نعول على الوعي المجتمعي. نعم. يعني انت بصفتك يعني دكتوره يعني ضمن الفريق الطبي وضمن يعني وزاره الصحه اكيد يعني شفتي يعني عندك العديد من الملاحظات. نعم. ايش كثر الوعي يساعدكم في عملكم ويساعدنا احنا يعني كمجتمع من عدم انتشار هذا الفيروس؟ نعم. طبعا الوعي مهم. نعم. لان الاختلاط وتجمعات هي سبب رئيسي لانتشار الفيروس. نعم. فهني يجي دور الفرد، أنا لما كفرد أبتعد وأؤمن وأنشر هذه الثقافة بين أهلي بين أسرتي كفرد واعي إن أنا لازم أبتعد عن التجمعات، مهما كان الواحد يبي يشارك أقربائه في تجمعات اجتماعية أو حتى تجمعات دينية، لا لازم يبقى صوت العقل باقي، أنا كفرد واعي مثقف. نعم. لا التجمعات سبب رئيسي لانتشار العدوى.
حفاظا على يعني كبار السن، على ابائنا، على امهاتنا، على اصحاب الامراض المزمنه مثل السكر والربو، حفاظا عليهم من ان لا سمح الله تؤدي الاصابه الى الوفيات. وفعلا في حالات وفيات موجوده في البحرين. نعم. هني يجي دور الفرد انه هو انا كفرد بحمي اسرتي، بحمي اقرب الناس لي، بحمي زملائي في العمل، حتى بحمي مجتمعي، ان انا اساعد الدوله في مجابهه هاي الفيروس. جميل. يعني دكتوره اتوقع ان احنا اليوم محتاجين ان احنا نبتعد شويه عن العواطف، لان العواطف هي اللي تخلينا دائما نحب ان احنا نكون متواصلين مع اقاربنا ونتجمع معهم، لكن احنا دائما نقول هي فتره يعني مؤقته وان شاء الله هذه راح يزول وراح نتجمع مره ثانيه. يمكن دكتوره تاكيدا على الكلام اللي قلتي عن موضوع التجمعات تحديدا، يمكن شفنا ويعني الكل شاف ان خلال شهر رمضان وتحديدا خلينا نقول يعني خلال فتره عيد الفطر المبارك، وايضا الحين خلال فتره العيد شويه الحالات ارتفعت عن المعدل اللي كان في السابق. اذا احنا اليوم محتاجين ان احنا نعزز مفهوم هذه التباعد اكثر وعدم المخالطه خاصه في العائله الصغيره نفسها. شو ممكن نسوي ذي الشيء؟ طبعا نرد نكرر ان التجمع لازم يكون في محيط العائله الصغيره فقط. نبتعد عن التجمع في محيط العائلة الأكبر. يعني العائلة الصغيرة يعني نتكلم عن الأم والأب وأبنائهم. في حالة إذا كان من ضمن هذه العائلة الصغيرة يوجد مثلا الجد، مو معناته أن أنا خلاص أعيش حياتي عادية. هاي الجد اللي موجود عايش في البيت ممكن يكون عمره فوق 60، مصاب بأمراض مزمنة، يعني عنده عوامل خطورة لو لا سمح الله أصاب بالفيروس بصيدة مضاعفات. أنا هني دوري أن أحافظ على المسافة بيني وبين هاي الأشخاص، أحافظ على حتى لبس الكمام، يعني داخل البيت، داخل البيت نفسه مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب بعض الحالات اللي عندهم نقص في المناعة حتى لو كانوا مو من كبار السن، الالتزام حتى بارتداء الكمام، ترك المسافة، عدم تجنب التقارب الجسدي. هذه كلها النقاط دي أو هذه التعليمات، تجنب الالتصاق، المسافة اللي احنا نقول عنها مترين أو لبس الكمام، هذه كلها مو تعليمات عامة، لا، هذه مبنية على دراسات، على أبحاث، مثل ما نقول evidence based، يعني مبنية على دلائل وبراهين إن هي فعلا فعالة. وهي هذه يعني أشياء بسيطة وما فيها أي تكلفة. فهني يدور الشخص، يعني أكثر شيء مؤلم فقد إنسان عزيز. لو كل شخص قال أنا ما أبي أتسبب في فقد إنسان عزيز علي، بمارس هذه الاحترازات بطريقة صحيحة. نعم، احنا لا شك يعني مطمئنين يعني دكتورة من وضعنا الصحي في مملكة البحرين، وواثقين جدا يعني من أداء يعني الحكومة الموقرة والفريق الطبي الوطني. لكن اليوم تحدينا احنا فيروس كورونا، احنا مو تحدينا ان احنا نبي نتخلص من الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة الطبيعية بأي شكل من الأشكال. احنا متواصلين معاك لا شك دكتورة، يعني دكتورتنا العزيزة، لكن بعد هذا التقرير للزميلة شوق العثمان عن أهمية المواصلة بعزم بالالتزام بكل التعليمات. نتابع معكم هذا التقرير وراجعين. جهودنا الكبيرة المشتركة لازم تتواصل، ولتحقيق الشراكة المجتمعية لازم نلتزم بمسؤولية من خلال تجنب التجمعات واللي قد تكون فرصة لنقل العدوى، وبذلك نساعد الطاقم الطبي من خلال اتباع التعليمات لتخفيف الضغط عليهم والمواصلة بعزم للتصدي للفيروس. مملكة البحرين قدمت الكثير للمواطنين والمقيمين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأقل شيء ممكن نرده للديرة هو الحفاظ على مستوى البحرين المتقدم عالمياً ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا والإشادات الدولية اللي توالى حصدها. وبنقدر نتجاوز هذا التحدي الصحي باستمرارنا والتزامنا بالتعليمات الصادرة حول لبس الكمام وغسل اليدين وأهمية التباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن للتجمعات واختصار التجمعات على 5 أشخاص فقط. وللعودة إلى الحياة الطبيعية علينا الالتزام بهذه الأمور، لأن لا نريد فقد الأحبة من خلال الوفيات، نبيهم يبقون معانا براحة وسعادة.
ومملكة البحرين تعول وتثق بوعي المواطنين والمقيمين، ونتمنى أن نثبت حجم الوعي من خلال المناسبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. مرين معكم مشاهدينا ومع ضيفتنا العزيزة الدكتورة هالة. دكتورة، يعني مما لا شك فيه أن الجهود الفردية أبدا ما ممكن أن احنا نستفيد منها ولا راح يعني نأتي بثمارها، فلا بد أن يكون دائما في شريك، ومن الشريك الأساسي معانا في مواجهة فيروس كورونا المجتمع. فإذا يعني دكتور، احنا اليوم قد ما نقدر قاعدين نتكلم عن موضوع الالتزام. الالتزام شلون اليوم ممكن ينعكس علينا احنا كافراد مجتمع، وحتى على عملكم انتم، سواء كان بالسلب او بالايجاب في حاله الالتزام من عدم الالتزام. طبعا شركاء المجتمع هم الافراد مثل ما قلتي، وبعد الشركاء الاخرين، يعني الشركاء المؤسسات الغير حكوميه. يعني الحين مثلا على سبيل المثال، لما نشوف المحلات التجارية شلون ملتزمة بالتعليمات، شلون حاطين هاي الستبس، المسافة، متقيدين بوجود المعقمات، محافظين على التباعد الاجتماعي. هذه دور مهم لأحد الشركاء في المساعي من أجل الحد من انتشار الفيروس. الأفراد طبعا هو كفرد، سواء في البيت، فرد هو أثناء وجوده في العمل، أثناء ممارسته لمهنته، التعامل مع الكاستمرز أو العملاء، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة، كلهم لما يطبقون هذه الإجراءات الاحترازية أكيد راح تؤدي إلى ينعكس بطريقة إيجابية على التحكم في انتشار أو التحكم في أن احنا نمنع زيادة الأعداد. وبالعكس، كل ما كان طبعا عدم التزام، عدم تحمل مسؤولية، يعني تهاون. احنا نتكلم عن التجمعات، ترى حتى في نطاق الأسرة، حين حتى في نطاق العمل، يعني بعد هاي من الإرشادات اللي احنا نبي نعززها في المجتمع، حتى في نطاق العمل والزمالة، التجمعات سواء لتناول الطعام أو إذا كان اجتماعات أو عدم المحافظة على المسافة اللازمة، هذه بعد دور المؤسسة نفسها أن هي تحط تعليمات، تشرف على موظفينها، هاي بعد دور مهم. دكتورة، احنا تقريبا يعني صار لنا يمكن نقول من ظهور أول حالة 7 شهور تقريبا احنا يعني في مواجهة هذا الفيروس. من فبراير. اي نعم. يعني مرت علينا العديد من القرارات، العديد من الإجراءات، ومرت علينا تجربة التدرج في مملكة البحرين. في القطاع الاقتصادي وفي بعض القطاعات الأخرى. اليوم دكتورة، يمكن يشعر البعض يعني نوع من التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، يعني لأنها فترة كانت فترة طويلة. احنا نبي مثل الشعار المرفوع هذه الأيام، هو شعار جميل، نواصل بعزم. شلون نعيد العزيمة لدى يعني الأفراد في المجتمع؟ طبعا لازم الأفراد يفهمون معنى الشعار. لما أنا أقول نواصل بعزم، كلمة العزم جاية من الإصرار، أن أنا ما أتعب، ما أمل، ما أكل، أن أنا ليحين ما وصلت للهدف، ليحين ما قضينا على الجائحة، لازلنا إحنا في مرحلة محاربة الفيروس والجائحة، مثلنا مثل كل دول العالم يعني. تأكيد. فالعزم جاي من هاي، من المعنى، لازم احنا نكون مؤمنين بالمعنى ان احنا ما وصلنا الى الهدف، لازم نحط يدنا في يد بعض، نواصل الجهود. بساعة يعني قلتي لي اختي ركية عن ان نبتعد عن العواطف. من الامور اللي احنا نحث المجتمع عليها حاليا، نبقي العواطف، نبقي التواصل، بس نستعمل البدائل. يعني الحين احنا لازم نتكيف، نلتزم بالإجراءات والاحترازات لازم، لكن نتكيف. حاليا طبعا موجودة وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت موجود، المحادثات عن طريق الفيديو، ممكن حتى
نقل الخطب أو مثلا الواحد يبي يشوف شعائره عن طريق الفيديو. فصار إحنا عندنا بدائل عديدة. لازم عشان إحنا ما نكل ما نتملل نتأقلم ونتكيف مع الوضع الحالي باستعمال البدائل الموجودة. لازم بعد إحنا نشجع الناس إنهم يكون عندهم بدائل لقضاء الوقت في البيت. لما أنا أقول تفادي التجمعات الكبيرة والاختلاط أحط لهم بدائل، وهاي طبعا شيء حرصت عليه وزارة الصحة عن طريق تثقيف الناس على مثلا مزاولة الرياضة في المنزل، مزاولة مثلا إعداد الطعام الصحي وغيرها من الأنشطة. فعشان نقدر نواصل بعزم نلتزم بكل الإجراءات ونحاول نتكيف، نحاول نتكيف لأن ما نعرف المدة إيش قد بعد بالطول. ويعني يمكن بعد نقول دكتورة إن هي فترة لمراجعة النفس. اليوم إحنا عندنا فترة نقعد نراجع فيها حساباتنا ونشوف شنو الأمور اللي يمكن كنا مقصرين فيها، شنو الأمور إحنا ممكن نطور نفسنا فيها. فهي فرصة لإعادة خلينا نقول يعني أولويات الحياة، وبعد اكتساب مهارات جديدة. أتوقع إن حتى إن شاء الله عقب ما نخلص من هذه الجائحة هذه المهارات بتظل معنا. يعني أبسط مهارة غسل اليد. هذه غسل اليد يحتفل فيه عالميا وفي البحرين كل سنة في 1/5 سنويا منذ سنين، لكن الحين صار دور هذا اليوم اللي هو يوم غسل اليد لي أهميته، وصار الحمد لله احنا نشوف المجتمع واعي لهاي الشيء. وإن شاء الله هذه بعض الأمور اللي احنا اكتسبناها والمهارات تواصل معنا حتى عقب الكورونا، لأن تحمي المجتمع من عدة أمراض. أكيد أنا أتوقع يعني دكتورة يمكن أكيد أنت أيديني في الكلام بعد أن كثير من السلوكيات اللي اكتسبناها خلال جائحة حتكون مستمرة معنا حتى ما بعد الجائحة. أنا أكيد مستمرين معك دكتورة، ولكن خلينا نشوف هذا التقرير اللي عدل لنا فريق الإعداد حول الإجراءات الوقائية والإرشادات اللي يجب علينا كلنا نحن نتبعها في مواجهة هذا التحدي. عودة مجددة للمشاهدين مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة هالة الجاسم رئيسة الخدمات الطبية بالصحة الأولية. يعني دكتورة احنا اليوم جميع قرارات الجهات الحكومية يعني ترجع بالأساس وتستند إلى تقارير ودراسات الفريق الوطني الطبي. ما في قرار يطلع اليوم إلا ويستند إلى يعني تقييم الفريق الوطني الطبي. اليوم حتى لو قاعد نشهد استئناف بعض الأعمال بعض القطاعات، يعني وانت اكدتي على هذا الامر اهميه التباعد الاجتماعي، يعني يعني هناك ايضا تاكيد في كل قرار يطلع انه لازم يكون في تباعد اجتماعي. انا اوكي بسمح بفتح هذا المجال، بسمح بفتح هذا القطاع، لكن لازم يكون هناك يعني كمامات وتباعد اجتماعي في نفس الوقت، ونمنع التجمعات الكبيره اللي تحصل. فيعني اليوم دكتور يعني حدثينا اكثر يعني عن اهميه التباعد الاجتماعي، ونبي نعرف إذا مرت عليك حالات يعني صادها اللي هو فيروس كورونا، ونتمنى لهم الشفاء طبعا بسبب التجمعات هذه بسبب الاختلاط. نعم طبعا مثل ما أنت قلت يعني احنا الحمد لله في البحرين مثل ما تعرفون الفريق الوطني أسبوعيا المؤتمر اللي يعرض على جميع المواطنين والمقيمين، وهاي مبدأ شفافية اتخذته الحكومة والفريق الوطني. يتم عرض جميع
القرارات الصادرة، وطبعا يعرضها الفريق الوطني اللي هو عبارة مشكل من ذوي الاختصاص العلمي، اللي هو بناء على دراساتهم وتحليلهم للبيانات للأرقام اللي في البحرين والأرقام حتى الدولية، يقومون باتخاذ القرارات. كل القرارات تؤخذ بناء على أدلة وبراهين وإحصائيات سواء في البحرين أو عالميا، ويتم التباحث واتخاذ القرارات اللازمة. عشان كذي إحنا كل فترة يتم اتخاذ قرارات، يعني التدرج في اتخاذ القرارات. ممكن إحنا يصير قرار فتح مكان، إغلاق مكان، كله بناء على الإحصائيات والأرقام والوضع الصحي العام سواء داخل البحرين أو عالميا. فهذه للتأكيد. بالنسبة حق التباعد الاجتماعي، طبعا هذه في كل مرة يتم التأكيد عليها، التباعد الاجتماعي والمسافة وتعقيم اليد، لبس الكمامات، تعقيم الأسطح، يجب مواصلة مزاولتها حتى لو تم مثلا افتتاح بعض الأماكن، مثل ما سمعنا مثلا بعض المطاعم أو أثناء ممارسة الرياضة أو بعض الأنشطة. فهذه للتأكيد. وطبعا حتى يعني المخالف، حتى هذه المؤسسات لو خالفت أي من هذه القواعد، هناك طبعا جهة مسؤولة في وزارة الصحة عن المتابعة، ويتم اتخاذ اللازم وإغلاق حتى هذه المؤسسات إذا ما التزمت. احنا نبي على مستوى الأفراد تكون في رقابة ذاتية وفي مسؤولية. يعني المسؤولية الفرد طبعا لازم من البداية، رقم واحد أنا أقيم حالتي. يعني من غير المقبول الفرد في البداية أنه يكون عنده أي أعراض ويروح إلى أي من هذه الأماكن العامة. هذه رقم واحد. أنا عندي أعراض، لازم أتواصل مع الجهة المسؤولة، أتصل مثلاً في 444، أو إذا كانت حالتي جداً تعبانة أتصل في 999 على حسب الحالة. وما أشارك الآخرين في الأنشطة حتى إذا كانت ضمن الاحتياطات، مدام أنا عندي أعراض ما أشارك أحد في أي أنشطة. رقم اثنين، لو الشخص سليم بشارك في بعض الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة في حدود مثل ما قلنا الاشتراطات اللي وضعها الفريق الوطني، الفريق الطبي الوطني. هني لازم بعد أنا يكون عندي روح المسؤولية أني أطبق الإرشادات. الإرشادات طبعا موجودة كلها على موقع وزارة الصحة، موجودة في الانستغرام وزارة الصحة. ممكن لأي فرد أنه هو يدخل على الموقع ويقراها، أساس أنه هو حتى يثقف روحه ويثقف حتى اللي حواليه، سواء زملائه أو في العمل، في البيت، أصدقائه، أهله. نعم. يعني دكتورة، ما في شك أن خلال هذه الفترة الحين نقول من شهر 2 إلى اليوم، إحنا يعني على مشارف نهاية شهر 8، خلال هذه الفترة مرت عليكم الكثير من الحالات، مرت عليكم كثير من القصص، شفتوا ناس بحالات مختلفة، خلينا نقول بتدرج حتى في حالاتهم. لازم اليوم بعد كل ذي دكتورة، في عندكم رسالة، في عندكم كلمة تحبون توجهونها إلى جميع اليوم من يتابع هذا اللقاء، فشنو من كلمة دكتورة تحبين توجهينها لمن يتابعنا اليوم؟ أحب أوجه كلمة إن إحنا طبعاً لازم الوعي. إحنا قاعدين نواجه فيروس جديد على العالم، لا زالت ترى الأبحاث ما اكتملت. الأبحاث لحين ما اكتملت، طبيعة هذا الفيروس لحين ما في صورة كاملة عن الفيروس. فرجاء عدم الاستهانة، عدم الاستهانة بأن فعلاً الحمد لله في مملكة البحرين أغلب المصابين هم كانوا متعافين، لكن هل في أعراض جانبية ممكن تطلع عليهم في المستقبل؟ هل وبعد ما لازم ما نقفل عن اللي صادتهم مضاعفات، في جزء صادتهم مضاعفات، فلازم ما نقفل عن هذا الجزء. طبعا لما نفكر في المرض دي، يعني دائما احنا نقول في الأمراض المتعارف عليها مثل الأمراض المزمنة، دائما الشخص المريض يحصل دعم
من عائلته، من أقرب الناس له. في هذا المرض هني المشكلة، المريض لازم يعزل. يعزل صحيح. فهذا يسبب ألم ترى نفسي، يعني أنا لما أخلي كبير في السن معزول يمكن صعب، أو طفل، أو يعني مسألة العزل هاي ترى مؤلمة، فأنا ليش أعرض أهلي أو أعرض أقرب الناس لي للإصابة، وإنه بعدين ممكن يتعرض إلى موقف إنه هو يعزل، الأم تكون يعني في مواقف صراحة، في قصص مؤلمة، الأم والأب مصابين، أطفالهم غير مصابين، من بيعتني فيهم؟ نعم. يعني بالعودة يعني لطبيعة هذا الفيروس دكتور، احنا بعد نقول حق الناس يعني بعيد الشر عن الجميع طبعا، ان حتى لو ما فيك إصابات او حتى لو ما فيك يعني اعراض، تصرف يعني كون سلوكك كما لو ان فيك اعراض، يعني بعيد الشر عن الجميع، لان لازم نلتزم اليوم ونواصل التزامنا في بارقة امل قاعد نسمع عن لقاحات. هذه امر يعني جدا يبشر بخير، هذا شيء جميل، بس هذا لا يعني ان احنا انتهينا من القضاء على هذا الفيروس، لا زالت هناك اعداد إصابات. دكتورة هالة أحمد الجاسم، استشارية الطبعة إلى رئيسة الخدمات الطبية بالصحة الأولية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم بعد، يعطيك العافية دكتورة. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة، باستخدام آلات رش المعقمات، واستخدام آلات التبخير التطهيري، واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضاً قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
المتطوعين في فريق البحرين والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أكدوا للجميع أن التطوع فرصة مكنتهم من تسخير كل الحب والعمل الدؤوب اللي يحملونه في أنفسهم تجاه وطنهم الغالي، وأنهم مستعدين دائما لبذل الغالي والنفيس لأجل البحرين ولمحاربة هذا الفيروس. ما في شك يعني بسام، أكيد وجود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بين لنا أجمل معاني التعاون والمشاركة والعطاء والتضحية، وكل ذي دل دائما على أن معدن البحريني دائما هو معدن الذهب، وش كثر يحب ديرته ويعطي من وقته وحياته خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي اللي مر فيه العالم كله. فريق إعداد برنامج مجتمع واعي ما زالوا مستمرين في التواصل مع المتطوعين عشان ينقلون لنا تجاربهم في التطوع. اليوم معنا عبر السكايب الدكتورة بيان المحاري وهي إحدى المتطوعات في فريق البحرين. مسي عليك بالخير دكتورة، يعني بداية لو تخبرينا يعني في أي مجال تطوعتي مع فريق البحرين؟ أهلا، مساء النور. أول شيء شكرا على استضافتكم وجهودكم المبذولة في أن تطوعون الناس. أنا أتطوع في مركز المعارض خدمة فحص المركبات درايف ثرو. دوري يعني في التطوع أن أنا أكون يأخذون بيانات كل البيشنت اللي جايين عن طريق فحص المركبات، بعدها يحطون بياناتهم على العينة، أنا أطلع بالعينة أتأكد أن البيانات كلها أوكي، أخذ لهم المسحة وخلاص. يعني دكتورة بنت، يعني نعرف شنو الشيء المميز اللي شفتيه في التطوع؟ أوكي، الشيء المميز اللي شفته هو تكاتف موجود بين كوادر فريق العمل. أوكي، روح واحدة عشان نتصدى حق هاي الفيروس، كفاية إن أنت تشوف ابتسامة الناس، شكرهم كبار وصغار. يعني من أصغر شخص أنا خذيت جواب عادي لشخص أنا مثلاً سنة سنتين ثلاث سنين لحد 70-80 سنة، تشوف روحهم يعني شكرهم شلون يقدرون الشيء اللي انت قاعد تسويه. الفريق كله متكاتف متعاون من A to Z، من اقل شخص لاكبر شخص في المركز، كلنا روح واحدة، ما في احد متكبر على احد، شايف روح على احد، كلنا على قلب واحد على روح واحدة، يعني تكاتف. يعني جميلة الروح الإيجابية اللي نشوفها منك يعني دكتورة. يمكن في إجراءات بعد وايد تتخذونها عشان تحمون نفسكم من الفيروس، خبرينا شنو هي الإجراءات اللي تتخذينها؟ أوكي، نفس ما خبرتكم أنا أشتغل في مركز المعارض، فأول ما أوصل المركز في أصلاً غرفة خاصة نحن نلبس ملابسنا فيها من A to Z، أوفر أول كامل، هيد كفر، شو كفر، غان، فيس شيلد، كل شيء من A to Z. بعدها لما نخلص فحص، لما نخلص شغل ناخذ الملابس نفسها بطريقة معينة طبعا، وناخذها نقصها في مكان مخصص مكان مخصص لهاي الأشياء. احنا نداوم 6 أيام في الأسبوع، يومين منهم أوف، فأنا بعد الست أيام لازم أخذ مسحة، أخذ سكات علشان أقدر أقعد مع بيتنا في هاي اليومين. طبعاً ملابسي بروح أغسلها، أكلي بروح أكله، تقريباً حياتي شوي منعزلة هالست أيام عن أهلي علشان يعني لا سمح الله لو كان فيني شيء ما أوصله حقهم. بقول بذكر شغلة، يوم عيد ميلادي أنا منطوعة من شهر 3، أوكي؟ عيد ميلادي كان شهر 5، يوم عيد ميلادي أنا كنت على الدوام، أذكر رمضان كان ما يعني سووا لي عيد ميلاد بيتنا، كنت رايحة دوامنا الساعة 7 كان أو 7:30، فكان وقت فطور يعني. فلما كنت بروح الدوام كان سبرايز يعني وكذي، ما قدرت أحضنهم، ما قدرت ألمهم، لأن يعني أنا أوريدي جاية من مكان عادي إنه يكون فايدني شيء، ما أبي أعدي لبيتنا. فحتى في المناسبات في الهاي مع بيتنا مع بعض، احنا جاذرينج مع بعض في البيت، انا ما اقدر احتك فيهم الا اذا كنت اوريدي ماخذ سواب، ماخذ ان انا نيجاتيف، انا سليمه، اني اقدر احتك في اهلي.
دكتورة بياني، يعني أكيد التطوع شيء جميل جدا، والأجمل من الإحساس لما أحس أن التطوع دي يكون في خدمة الوطن. فشنو مثلا من كلمة أنت حابة توجهينها اليوم للشباب؟ قبل ما أوجه كلمة للشباب، أحب أشكر قيادتنا. صراحة إحنا محسودين على هاي القيادة وعلى المجهود اللي قاعد يصير. إحنا ترى قاعدين ننافس أكبر الدول من عدد فحوصات، من تنظيم، من توفير كافة احتياجات. صراحة يعني من A to Z، كل شيء يحتاجه أي شخص يكون موفر. تطعيمات يعني عدد مو طبيعي اللي نسويه في اليوم الواحد. وأبي أشكر كل العاملين في الصف الأمامية من A to Z، مو بس دكاترة، ممرضين، حتى عمال نظافة، المارشلز اللي يتعبون وهم في الحر يروحون يعلمون السعير وين يروحون، من A to Z، كل 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 القائمين في هاي المجال على أنهم يتصدون حق هاي الفيروس. أنا أعتبرهم صفوف أمامية مو بس الدكاترة، لأن كل شخص لو إن شاء الله يسوي شغلة هالكبر وهو أصلاً متطوع، يعني بالنسبة لي يعني صفوف أمامية. وبس يعني بليز التزموا بالقوانين اللي قاعدة تصير. الحمد لله كل شيء قاعد ينفتح الحين، لأن لو تلاحظون أنه أوكي عدد فحوصات هائلة، بس المتعافين تقريباً 94% ولا 95% أو أكثر بعد. يعني إحنا قاعدين الحمد لله قاعدين نحاول إحنا نخلص من هاي الفيروس. يعني إن شاء الله على كم شهر الجاي إحنا نكون خلصنا، ما في شيء اسمه كورونا not anymore. الله يعطيكم الصحة والعافية وكثر من أمثالكم. شكرا لك الدكتورة بيان المحاري، إحدى المتطوعات في فريق البحرين. شكرا جزيلا لك. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو COVID-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه، وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول، يعني فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أنه يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوون لنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات عساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف إنه هو يعدي، وخاصة إنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركير وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى إني أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن
أحد عزيز علي ينحط في هذا الموقف أو أنه يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. الطاقم الطبي لوزارة الصحة ينتقل كل يوم بين عدة مواقع لإجراء الفحص العشوائي، يعطيهم الصحة والعافية أكيد. زميلتنا المجتهدة شوق العثمان مستمرة بمرافقتهم لنقل العملية وتوافد المواطنين والمقيمين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم في مشهد جميل يعكس استمرار التعاون المجتمعي لتقليل أعداد الإصابات وطبعاً منع الانتشار. طبعا يعطيها الصحه والعافيه زميلتنا شوق العثمان. بالتاكيد رقية الطاقم الصحي راح يكون متواجد في عده اماكن بشكل يومي عشان يجرون الفحوصات العشوائيه للراقبين من المواطنين والمقيمين. وزاره الصحه مستمره في الاعلان عن اماكن تواجد الطاقم الطبي في مواقع التواصل الاجتماعي واللي نقدر نوصل لها بكل سهوله. نتابع معكم مشاهدينا التقرير وراجعين. إقبال واجد من الناس، حتى بعضهم يجيبون أطفالهم عشان يفحصون، وعندهم يعني واجد وعي وإنهم يبون يكتشفون إذا عندهم الكورونا أو لا. بالنسبة حق الوحدات المتنقلة يعني ما شاء الله في إقبال، صار في توعية أكثر حق الناس. قبل يعني كان كل واحد يخاف، بس الحين لا، شوي زيد الأعداد، كذا شخص يسوي التست كذا مرة عشان يطمن على صحته وصحة أهله. لازم تسوون التست مو عشانكم أنت وعشان عيالكم، عشان أبهاتكم، عشان أمهاتكم، فلازم تحافظون على سلامتكم. نشكر الطاقم الطبي وفريق البحرين على جهدهم وفي مساعدة المواطنين وعلى مثابرتهم وفي مواجهة الفيروس الكورونا. أولا نشكر فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، ونشكر الصف الأول من الطاقم الطبي على جهودهم اللي يبذلونها. هاي شيء جيد أن الناس يفحصون أول بأول عشان الحالة تتقل في الديرة والمجتمع الحمد لله واعي. الفحص العشوائي يبين الجهود الكبيرة اللي تقوم بها وزارة الصحة، والمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين يثبتون الوعي المجتمعي الكبير، وبإذن الله مملكة البحرين قادرة على التقلب على هذا الفيروس في القريب العاجل بإذن الله. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة مطريق، والوطن ويا المحن صوت وصدى لك يا وطن، صوت وصدى لك يا وطن. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة مطارق، والوطن ويا المحن.
يفتخر قصة عزم وقصة صبر وقفة طبيب في المحن وقفة مواطن للوطن وقفة مواطن للوطن بحرين باسمك يفتخر قصة عزم وقصة صبر وقفة طبيب في المحن وقفة مواطن للوطن أبطال في كل المهن بحرين باسمك مشاهدينا خلال الفترة الماضية شكل وعي المجتمعي السلاح اللي تمضي به كوادرنا الوطنية بخطوات ثابتة في مواجهة هذه الجائحة، لأن الجزء الكبير اللي تعتمد عليه مواجهتنا لهذا التحدي هو عدم زيادة الجهد على كوادرنا الوطنية وزيادة الأرقام في أعداد الحالات القائمة. والوعي اللي طبعا يتحلى فيه المجتمع هو مصدر من مصادر العزيمة والأمل اللي تواجه فيه الكوادر الوطنية هذا التحدي. وتجاوزنا لهذه المرحلة يعتمد بشكل كبير على استمرارنا بعزيمة في التزامنا بكافة الإجراءات اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من سلوكنا ومن عاداتنا اليومية. بالفعل رقية، يعني الدعم والمساندة لكل الكوادر في الصفوف الأمامية يجب أن تترجم في طريقة ممارسة حياتنا اليومية، ونذكر أنفسنا دائما بأن عدم إصابتنا في الفترة الماضية لا يعني التهاون ولا يعني عدم الالتزام بكل الإجراءات. مشاهدين، نحن وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي مع الزملاء الأعزاء فواز أو الزميل العزيز فواز العبدالله في حلقة استثنائية. فأمان الله، مع السلامة.